كانت أنظار العالم متجهة الأسبوع الماضي إلى اسطنبول، حيث رعت تركيا والأمم المتحدة اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لإزالة العقبات أمام مسألة استئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والحبوب. ما الذي يعطل استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية أولا؟ بداية تحياتي لك أستاذ جمانة وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه ليس هناك الآن ما يعطل عملية صادرات الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية الثلاثة التي تم الاتفاق عليها وفقا لاتفاقية اسطنبول، وهي تشرنومورسك الذي ذكرته الآن في تقديمك والذي زاره الرئيس زيلينسكي اليوم، ثم ميناء أوديسا وميناء يوجني القريب أيضا من ميناء أوديسا والقريب جدا من شبه جزيرة القرم. المشكلة أعتقد أنها تكون أن وفقا لاتفاقية اسطنبول على الجانب الأوكراني أن يقوم بإزالة الألغام البحرية التي كان قد زرعها الجيش الأوكراني عند انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير. هذه المنطقة يعني كامل منطقة الموانئ الأوكرانية، المياه الإقليمية الأوكرانية في هذه الموانئ الثلاثة بها ألغام بحرية. وفقا للاتفاق يلتزم الجانب الأوكراني بإزالة هذه الألغام. يبدو أن ميناء تشرنومورسك كان أول. طيب ماذا عن تبادل إطلاق النار الأوكراني وعلى ميناء أوديسا خصوصا دكتور سعد؟ يعني مسألة الالتزام بوقف إطلاق النار في البحر، هذه معضلة كبيرة لا يمكن التعامل معها حتى الآن من دون تحويل التزامات الطرفين، ولا سيما روسيا، إلى التزام واضح بموقف إطلاق النار. إلى أي مدى لا يمكن أو لا يبدو ذلك ممكنا برأيك؟ يعني اتفق معك، لكن علي ان ادقق نقطه هامه هنا فيما يتعلق بهذا الاتفاق. هذه الاتفاقيه لها بنود محدده، وفقا لها لا يلتزم الجانب الروسي بعدم انزال ضربات صاروخيه او ضربات مدفعيه بالمنشات العسكريه الاوكرانيه التي تعد احد الاهداف الرئيسيه للعمليه العسكريه الروسيه. لذلك عندما تم قصف ميناء اوديسا في اليوم التالي تقريبا، يوم السبت بقى يعني اليوم التالي لاتفاقيه اسطنبول، برر الجانب الروسي ذلك بانه ليس هناك في هذه الاتفاقيه ما ينص على ان روسيا لا يمكنها ان تقوم بهذه الاعمال العسكريه. ومن جانب اخر، يعني كان هناك تقريبا اول امس اتهامات من جانب نائب الممثل الدائم لروسيا في منظمه الامن والتعاون في اوروبا بان اوكرانيا لا تزال تستخدم البنيه التحتيه في الموانئ، في هذه الموانئ لاغراض عسكريه، لذلك تبقى هذه الموانئ ايضا في الشق العسكري منها هدفا من الاهداف المشروعه للقوات الروسيه. وهذه ايضا معضله، اتفق معك ان هذا يشكل خطرا، خاصه واننا نتحدث عن ضروره توفير ممرات امنه للسفن التي ستخرج بهذه الحبوب لتمر بها عبر البحر الاسود لتصل الى يعني مضيق البوسفور، ويتم تفتيشها من جانب المسؤولين في مركز التنسيق الثلاثي المشترك او الرباعي المشترك باشراف الامم المتحده وبالوساطه التركيه وبمشاركه اوكرانيا وروسيا. لذلك هذه معضله نعم، لكن علينا ايضا ان نعود الى نصوص او بنود هذا الاتفاق لان به التزامات قانونيه. ونقطه اخرى ايضا انه وفقا لهذه الاتفاقيه التزم الامين العام للامم المتحده شخصيا انطونيو غوتيريش بتيسير مساله رفع العقبات او العواقب او التقييد. نعم.